قربلت الحكي ومعناه وجبت وين العلي كيلوق وحج احمد يا ابن خطار هلك يلي تخيط فتوق سوالف من ابن بيت وموش من السوق. نعم سوالف من ابن بيت وموش من السوق سوالف مال حاتب راي او تعجب للي يريد يذوق يا غاتب ثورة العشرين كتفها الزلم يا غاتب ثورة العشرين كتفها الزلم مرزوق يا غاتي يا غاتب ثورة العشرين كتفها الزلم مرزوق وطفينا النار وبخاتيته طفينا النار وبخاتيته طفينا النار وبخاتيته ورسالة وصلت من ربي رسالة وصلت من ربي ملا سيف دزاها أنا توني كتبتها له اسم رسالة وصلت من ربي ملا سيف دزاها وقال اخذ الرسالة وياك لن يفتهم معناها رسالة وصلت من ربي ملا سيف دزاها وقال اخذ الرسالة وياك لن يفتهم معناها اخو فرجة يخصكم حيل بسلامة وبيده دزاها اخو فرجة يخصكم حيل بسلامة وبيده وداها والنعم من اخو فرجة الله يسلمك ويعزك اخو فرجة يخصكم حيل بسلامة وبيده وداها هلا هلا بجية عمامي يقول وكل من جاي وياها عمام لذة الديوان حيل افخر بطرواها عمام لذة الديوان حيل افخر بطرواها كف ما فزع لعظاه وقت الضيج والهدة جلس سامع غمان السلف لو عال تقوم عليه وترده يا ابو باقر الزلمة العاف اخوته يتيه لمن ينفرد وحده الزلمة العاف اخوته يتيه لمن ينفرد وحده وهاك ابو باقر هاك اخذ مني نصيحة وحطها ترجية بذانك ابرى من الدنيا كلها وابد لا تترك اخوانك وحط من عمك تجية حتى بيرتفع شانك وسامح ابن الخال ابن الخال خاطر امك تفرزن حنانك ارد نصحك يا بنادم يا بنادم بالك التيه الدرب الزلمة من يبرى من اخوته ينكسر وقت الحرب موش تركض للسراب وتقول هذا اللي ينشرب ضم خيك لابن عمك وابن عمك للغرب ضم خيك لابن عمك وابن عمك للغرب وهاك خذ مني نصيحة نصيحة يا المعلم على الزينات منك ما حصل فدغش يا شيخ عبد الحسن ونعرفه على الستر جدمك لون يطرش هذا المن يجي خطار هذا المن يجي خطار يغطيه بجفن والثاني ليه يفرش هذا المن يجي خطار يغطيه بجفن والثاني ليه يفرش والضيف ينام ابن صحينا والضيف ينام ابن صحينا احسنت احسنت احسنت